السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. نعمل النهارده اكله حلوه قوي وسريعه قوي وسهله قوي والنتيجه مضمونه جدا. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الحبيب. انا دخلت المطبخ، هتاكلوا ايه النهارده؟ محدش راضي يرد عليا اي حاجه. خلاص دخلنا نعمل اي حاجه بقى، نشوف هنعمل ايه. انا وقفت بجد، يعني الواحد وقف كده في المطبخ. يلا الطاسه، بصلتين كبار هنقطعهم اهو مكعبات صغيره، تمام. الطاسه انا ما ولعتش النار لسه خالص، النار مطفيه، هنخلص تقطيع البصل تمام وهولع النار. ماشي، احنا نوجع دماغنا ليه؟ كل ما نقول هناكل ايه ما فيش حد بيرد. خلاص نعمل بقى اللي في دماغنا. والله ما فيش حاجه اصلا في دماغنا، بس اي حاجه بتطلع. خلاص تمام اهو، خلصت تقطيع البصل، بصلتين كبار، معلقه ملح. بدي تشويحه في الطاسه من غير ما اولع، من غير ما احط زيت او سمنه، تمام، لان انا حاطه الطاسه كانت بارده، لازم تسخني الطاسه الاول وبعدين تحطي الزيت او السمنه بتاعتك، فهماني؟ خلاص كده هحط شويه زيت، هي الاكله دي كلها بزيت، تمام. هسيبها بقى كده تتحمر. عايزه البصله دي محمره، ماشي، متحمره خالص. هسيبها بقى واروح اكمل ايه باقي الوصفه بتاعتنا. يلا بينا. عندي جزرتين مبشورين، فلفلايه حمراء رومي، حمراء كبيره، فلفلايه صفراء كبيره، 4 5 قرون فلفل حامي، 3 طماطمات. عايزه اللحمه بتاعتهم بس، مش من جوه، مش الميه بتاعت الطماطم. راس توم وسط مهروسه في الهون او في الكبه بتاعتك، 3 ربطات كزبره وبقدونس، تمام. هنجيب يعني البوله نحط فيها، انا جايبه 8 بيضات، حسب ما انت عندك بقى الكميه بتاعتك، عدد الافراد عندك، زودي قليلي براحتك. دول 8 بيضات، انا ضامنه الناس اللي بجيب منهم البيض، فحطيت البيض كله على بعض. انت مش ضامنه، جربي من بره كده في طبق صغير، بيضه بيضه، خساره، البيض غالي ومش عايزين بيضه واحده تبوظ الكميه كلها، تمام. حطيت معلقه ملح، معلقه فلفل اسود، معلقه شطه، الشطه اختياري في اي حاجه، فلفل اخضر حامي، شطه اختياريه براحتك خالص. هننزل براس التوم اللي احنا هرسينها، تمام كده اهو، كله على بعضه بقى، البقدونس والكزبره، انا بحب الخضره كتير قوي يا جماعه بصراحه، تمام كده، كله على بعضه. ادي الفلفلايه الصفراء، وادي الثلاث طماطمات، وادي الجزرتين المبشورين، وادي الفلفل الحامي، وادي الفلفلايه الحمراء الكبيره، تمام. هقلب تقليبه كده، مش هتنفع طبعا مضرب البيض دلوقتي، هجيب سباتيولا، تمام اهو، شايفه الالوان؟ اكله مغذيه جدا والله يا جماعه. انا هحط كوبايه دقيق، بس هحطها بالتدريج، تمام، كوبايه دقيق، معلقه كبيره بيكنج باودر، تمام كده اهو، هفضل اقلب بقى. اكله حلوه جدا بجد يا جماعه، سهله، تحسبيها بقى عشاء غدا براحتك، عايزه تعملي جنبها شويه مكرونه، شويه بطاطس مقليه براحتك برضو، تمام اهو. هحط كوبايتي دي بالتدريج، فهماني؟ خلاص كده، شايفه الالوان؟ والله الالوان نفسها بجد تفتح النفس خالص، وما بتكملش فعلا 10 دقايق خالص، هي بتكملش معاكي اي وقت، تمام، يعني تلاقي نفسك محتاره مش عارفه تعملي ايه، اعمليها بسرعه بجد اهو كده، شايفه الالوان بجد والله حلوه جدا، تمام. اهي البصله خلاص دخلت في الحمار اللي انا عاوزاه، اللون اللي انا عاوزاه زي ما انت شايفه كده. خلاص كده هروح على الخلطه اللي انا عاملاها، البيض بالخضار، تمام، بس اسيبها شويه تبرد، بس شويه بسيطه يعني، عشان بصي طول ما هي في الطاسه لسه الطاسه سخنه هيحمر معاكي، فطلعيها بدري شويه عشان ما تسودش البصله، اللون ده مظبوط خالص، فانا هسيبها تبرد بقى. خلاص انا بردتها شويه بالتقليب بعيد عن النار، تمام. هنزل بيها دلوقتي على البيض والخضار، بردت تقريبا، مش هيحصل حاجه ما تخافيش. خلاص هقلب، شايفه الجمال والحلاوه والريحه اللي بتوصل لغايه الشارع اللي بعد اللي بعديكي، بجد والله حلوه جدا، ولا بجد والله هتعجبكم ان شاء الله.
اهي بكمل بقى انا كوبايه الدقيق بتاعتي، بحس ان هي محتاجه فاكملها كلها بقى. انا اخدت كوبايه دقيق بالظبط تمام على الثمان بيضات. هجيب صينيه بقى، ازاز، اي نوع، اي حاجه ازاز عندك. دي بتاخد صينيه وسط تمام اهو زي ما انت شايفه، او ممكن تاخد كبيره قوي لو انت مش عايزاها عاليه، عايزه العجه بتاعتك تكون مش عاليه، صينيه اكبر كمان من دي، فاهماني؟ اهي زي ما انت شايفه، والله بجد حلوه جدا جدا جدا، وهتعجبك وتعجب ولادك، وسهله ومبتاخدش وقت معاكي في المطبخ، فاهماني؟ بتدخل على الرف الوسطاني، بلاش تحطيها من تحت، الرف الوسطاني بتقعد لها حوالي ربع ساعه تمام. اهو اهي يا جماعه، ما مش هقول لكم حاجه تاني بجد، والله حلوه 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 ومغذيه جدا. تخيلي بقى كميه الخضار اللي فيها، اي فيها البروتين وفيها الخضار، حلوه وان شاء الله تعجبكم. بس هي لازم تبرد، انا قطعتها وهي لسه طالعه بتغلي، هي لسه طالعه من النار، سيبيها تبرد براحتها وقطعيها مع شويه بطاطس. هي بس وحدها كده كفايه والله، وبالف هنا بالف هنا، واتمنى الوصفه تعجبكم، وما ننساش نصلي على الحبيب، ومع السلامه.